الرئيس السيسي يستقبل مدير عام منظمة الفاو ويناقشان الأوضاع في غزة وجهود مصر لإدخال المساعدات لأهالي القطاع. شكري يؤكد أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة للاستقرار بالمنطقة، ويؤكد أن ما يجري في غزة هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. ومفاوضات في القاهرة للتوصل لهدنة في غزة، ومصادر إعلامية تنقل عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة ممكن في حال موافقة إسرائيل على مطالبها. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي شو دينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، حيث أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار بالمشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية، ما تم منها وما يجري تنفيذه. وذكر متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. وأعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك علاقات متميزة تجمع بين مصر ودول الخليج، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعد ركيزة أساسية للاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض. إن الحديث عن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج العربية الشقيقة يتطلب من الوقت ما لا يتسع له مقامنا هنا، ولا تكفي له كلمة أو خطابا منفردا، فهي علاقة عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل من ضفائر التاريخ والجغرافيا وتنسجها خيوط الإخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء وفي لحظات الأزمات والعواصف، وعلى نحو أثبت في محطات مختلفة أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية والخليجية هي مصالح مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات الوثيقة بيننا كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية سامح شكري إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء في قطاع غزة ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، وأشار شكري إلى أن الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، لافتا إلى أن ما يجري في غزة هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية.
نجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. كما تطرق شكري إلى الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية ومنها السودان وسوريا وليبيا، كما أكد شكري رفض مصر بشكل كامل استمرار انتهاكات إثيوبيا فيما يخص أرض الصومال. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال، الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدأ بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024. قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجاً يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة. كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. قامت القوات المسلحة بالدفع بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم الدفع بقافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، إحنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وبرماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة من غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب، بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيديه جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادات طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحه لتوفير الشهاده في المنطقه وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطه الصحه لانه بيحاول يبني انسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا انه في منطقه حدوديه بيحتاج ان هو ينشئ جيل صحي قوي ان هو يجابه المخاطر الاوضاع الموجوده، فدي بتعتبر المجهود الموجوده جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحه. تاتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤوليه الاجتماعيه للقوات المسلحه والمشاركه في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير اوجه الدعم الكامل لهم. وصل وفد حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار، في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت أن إسرائيل قابلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس.
ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. سيد أحمد، بعد التحية، عادت مباحثات التهدئة إلى القاهرة، مصر بذلت جهودا كبيرة للدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة، كيف ترى الدور المصري المستمر في المفاوضات الجارية وتحديدا ما يدور في القاهرة اليوم؟ في الواقع أن المباحثات التي تجري في القاهرة اليوم تأتي في سياق الدور المصري وفقه الأولويات لدى الدولة المصرية والرئيس السيسي على مستويين، على المستوى الإنساني في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، وكما رأينا إسقاط جوي أمس من القوات المسلحة للمساعدات، وإضافة طبعا إلى المساعدات البرية عبر معبر رفح، وذلك لتخفيف الكاهل المعاناة في ظل ظروف صعبة يواجهونها. المسار الثاني وبالتزامن وبالتوازي وهو المسار السياسي لوقف إطلاق النار، لأن الوقت من دم، ومصر لديها أولوية في وقف نزيف الدم الفلسطيني حيث يقع ويسقط عشرات الشهداء كل يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبالتالي سعت مصر جهودا حثيثة رغم التحديات ورغم الصعوبات ورغم التعنت الإسرائيلي، إلا أنها صارت في جهودها بالتعاون مع الشركاء قطر وأمريكا للعمل على الوصول إلى صفقة وهدنة إنسانية طويلة قبل شهر رمضان الكريم، وقامت مصر بدفع الطرفين نحو أرضية مشتركة لتحقيق الحد الأدنى من مطالبهما لما يدفع إلى الأمام والخروج من حالة الانسداد السياسي. وأنا في اعتقادي أن الهدف الاستراتيجي لمصر هو أن تكون هذه الهدنة الإنسانية لإدخال المساعدات وقف الفلسطيني، وأن تكون أيضا مرحلة انتقالية لوقف دائم لإطلاق النار. وبالتالي كل المؤشرات تقول أن هناك جهود مصرية، أن هناك يعني تجاوب ربما من أطراف الأزمة بشكل مباشر، وأن بدت بعض القضايا العالقة وهناك الرد والرد الآخر. وأنا في اعتقادي أن الخلاف حول يعني بعض القضايا التفصيلية مثل متعلقة بإسرائيل تطالب بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم، وحماس تطالب بضمانات لوقف إطلاق النار، هناك أيضا فيما يتعلق بعدد المساعدات، أيضا فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين اللي سيفرج عنهم، يعني هناك الآن صيغة 1 إلى 10، وبالتالي هي قضايا تفصيلية، لكن هناك الآن حالة من الزخم التي يعني تفضي إلى أن هناك ربما نشهد صفقة في الأيام المقبلة، خاصة أن القاهرة تبذل كل جهدها بالتعاون مع الشركاء، وهناك الآن رغبة أمريكية وحماس أيضا، هناك أيضا تنسيق مع الجانب القطري. وأنا في اعتقادي أن الظروف شهر رمضان وكلها تضغط على الجانبين للوصول إلى هذه الصفقة في خلال الأيام المقبلة. نعم، ولكن بصفة عامة مصر من ضمن ما تؤكد عليه دائما تؤكد على أهمية التوصل لحل عادل للقضية بيحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في الواقع أن هذا جزء من الاستراتيجية المصرية، فكرة المسارات المتوازية والمتكاملة، يعني المسار الإنساني في إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة، المسار الأمني في وقف إطلاق النار عدم توسع الصراع الإقليمي، المسار السياسي هو شقين، أولا رفض التهجير القسري والجهاضي وباعتباره تصفية القضية الفلسطينية، وأيضا في الشق السياسي العمل على حل جذري لهذا الصراع، لأن ما حدث كما ترى مصر هو عرض لمرض، وأن استمرار الاحتلال وغياب أفق للتسوية السياسية بيقود إلى مزيد من دوامات العنف والذي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين، ولذلك طرحت مصر الآن القضية الفلسطينية في قلب اهتمام المجتمع الدولي، الكل له قناعة حتى الجانب الامريكي والغربي بوجود دوله فلسطينيه بحل سياسي شامل، لان هو الحل الجذري. اما الان مصر في اولويه قصوى لوقف اطلاق النار، وقف نزيف الدم الفلسطيني، والعمل على ادخال المساعدات الانسانيه لتخفيف العبء عن الاشقاء في قطاع غزه. نعم، الاستاذ احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش الحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني. وشدد الهباش على أن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة دائما ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي الذي يحتجز أموال الحكومة الفلسطينية. في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين
لإطالة بقائه في الحكم. أدانت الوزارة الاعتداء الوحشي الذي ارتكبه المستوطنون الليلة الماضية ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله بحماية جيش الاحتلال. أكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسية لاستخدام المستوطنين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالبا ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في غزة. وشرق مدينة رفح جنوب القطاع تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال. حرب الإبادة الجماعية التدميرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تتواصل في ظل ارتفاع متزايد بأعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في مختلف أنحاء القطاع. في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة استشهد أشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقرب من مدرسة أبو حسين وكذلك لعدة مناطق مجاورة. وشهد شمال خان يونس ودير البلح تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة، كما حصرت عشرات العائلات في أبراج مدينة حمد بخان يونس مع استمرار إطلاق النار من قبل طائرات الاحتلال المسيرة والآليات تجاه الأبراج. وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة بحي السلام، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الشهداء والجرحى نتيجة الاستهداف. وفي هذا الصدد أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقمه الذين ما زال مصيرهم مجهولا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم. يواجه الأطفال الخدج في قطاع غزة خطر الموت نتيجة قلة الحضانات المتوفرة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي أغلبها. منظمة الصحة العالمية أكدت أن أطفالا في الحضانات بمستشفى كمال عدوان باتوا يتقاسمون مساحة صغيرة من الأسرة، وذلك في ظل نقص الإمكانات الطبية. ولدوا في الحرب ويواجهون خطر الموت، إن لم يكن بالقصف فهو بالجوع ونقص التغذية. إنهم الأطفال الخدج في قطاع غزة المنكوب. هنا في أحد مستشفيات شمال غزة يقول الأطباء إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لمساعدة الأطفال في ظل نقص المستلزمات الطبية والدوائية. بالنسبة لسوء التغذية لها دور كبير في عدد الأطفال اللي بيجينا وبالتالي عدد الوفيات اللي بيزيد. يعني أنت لما الطفل اللي مفروض يأكل ثلاث وجبات رئيسية بيأكل وجبة واحدة وما بتكون كافية له، بصير عندك نقص في الكربوهيدرات، نقص في الفيتامينات، نقص في البروتينات، نقص في الدهون اللي لازمة لجسمه. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أطفالاً في الحضانات بمستشفى كمال عدوان باتوا يتقاسمون مساحة صغيرة من الأسرة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، محذرة من ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والأمهات المرضعات. طبعاً هذا كله بسبب قلة الأكل، قلة الغذاء اللي بيكلوه. يعني الطفل لازم يأكل ثلاث وجبات رئيسية، بأكل وجبة واحدة طبيعي حيصيبه سوء تغذية وحيصيبه أمراض ناتجة عن سوء التغذية وحيزيد عنده نسبة الالتهابات، سواء التهابات الرئتين، التهابات الدم، أي التهابات كل هذا.
وفي تقريرها الأخير بعنوان تحليل الوضع والضعف في مجال التغذية بغزة، وجدت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية كان أسوأ في شمال القطاع، حيث وجد أن طفلاً واحداً من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية يعاني سوء التغذية الحاد. المنظمة أضافت أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان الهزال في قطاع غزة نادراً، حيث كان 8% فقط من الأطفال دون السن 5 يعانون سوء التغذية الحاد. أهلا بكم من جديد. حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحرب على النساء في غزة وأنهن يعانين من آثارها المدمرة، حيث قتلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو أكثر من 9000 امرأة في غزة حتى الآن. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإن أكثر من 4 من كل 5 نساء أسرهن تأكل نصف الطعام أو أقل مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء العدوان. وذكرت أيضا الأمم المتحدة أن ما يقرب من 9 من كل 10 نساء يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال. أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقديرات بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,200,000 نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وناشد أعضاء مجلس الأمن إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام. وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع. تجمع عدد من المحتجين المعارضين لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمؤيدين للقضية الفلسطينية خارج معرض الفنون في أونتاريو. تسببت الاحتجاجات في إلغاء زيارة ترودو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لمعرض الفنون في أونتاريو بتورونتو. يقوم وفد من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بزيارة لمدينة العريش، حيث يتفقد سير المساعدات الإنسانية والغذائية المتجهة لقطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. زملائي في الاستديو ومشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة عبر هذا المعبر وهو معبر رفح الحدودي وشريان الحياة الوحيد بالتماس مع
قطاع غزة على مستوى إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية. هناك زخم كبير اليوم في عدد كبير من الشاحنات دخل إلى قطاع غزة على مدار الساعة، سواء شاحنات الوقود أو الغاز، يعني بنتحدث عن 113 شاحنة تقريبا دخلت إلى القطاع عبر منفذ كرم أبو سالم، ونتحدث عن 17 شاحنة بالفعل أفرغت حمولتها من خلال منفذ العوجة، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز والسولار صباح اليوم. إذن هناك حركة مستمرة نحو إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة. هذا ليس فحسب، بل أيضا هناك مساعدات تقدم إلى داخل قطاع غزة من جانب مصر على مستوى المخيم الإغاثي الثاني الذي تم إنشاؤه من قبل الهلال الأحمر المصري بتوجيه من القيادة السياسية، وإمداد هذا المخيم كل يوم بما يلزم من طعام وشراب وكافة مستلزمات الحياة. كل هذه المساعدات تأتي في ظل زيارة مهمة اليوم إلى مدينة العريش ورفح، وهي زيارة الوفد الأوروبي أو وفد البرلمان الأوروبي المكون من 5 أعضاء، حيث وتحديدا من جانب لجنة حقوق الإنسان في هذا البرلمان. بدأت المحطة الأولى بزيارة مستشفى العريش للإطمئنان على الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ثم المحطة الثانية كانت هي المخزن اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري للتعرف على حجم الجهود المصرية وأيضا المعوقات التي تعوق عمل الهلال الأحمر المصري في عدم وصول المساعدات بالشكل الملائم والكافي، والمطالبة بإدخال المزيد من مثل هذه النوعية من الشاحنات لأهالي قطاع غزة. ثم المحطة الأخيرة وهو معبر رفح الحدودي، حيث التقوا مجموعة من منسقي الشؤون الإغاثية والإنسانية للتعرف عن الوضع الكارثي الإنساني المتدهور داخل قطاع غزة عن قرب من خلال العاملين داخل منظمة الأونروا. إذن كل هذه الزيارات وكل هذا الزخم يأتي في إطار هدفين رئيسيين، هدف يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار لا سيما بعد تغير الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه إسرائيل الذي بدأ بإدانة الاحتلال الإسرائيلي، ثم بعد ذلك مطالبة بتهدئة، والآن يطالبون في موقف محدد وهو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لأن لا حديث عن إدخال مساعدات بالشكل الكافي بدون وقف إطلاق النار. هذا هو رأي طبعا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسوف يرفعون هذا التقرير إلى البرلمان الأوروبي كوسيلة ضغط على الجانب الإسرائيلي. إليكم زملائي في الاستوديو. تشارك مصر في اجتماعات اللجنة الخماسية حول لبنان في إطار المساعي المصرية الدائمة لدعم وتعزيز استقرار لبنان الشقيق. وخلال اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد سفير مصر لدى بيروت علاء موسى أن مصر وأعضاء اللجنة حريصون على دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا من شغور هذا المنصب. من جانبه ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جهود الدول الخمس المخلصة لدعم لبنان ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة، مؤكدا أن انتخاب رئيس جديد هو بداية لطريق استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للخروج من أزمات لبنان الحالية. أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبي مار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته قوات الحوثي في اليمن، وذلك في 18 من فبراير. أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى توريد المزيد من الأسلحة إلى بلاده، خاصة ما يتعلق بالدفاعات الجوية، وذلك من أجل عدم تكبد المزيد من الخسائر في الأرواح. وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، منها انقسام الكونغرس الأمريكي حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر. Thank you.
الأزمة الروسية الأوكرانية تدور في حلقة مفرغة دون التوصل لحل للصراع الذي مر عليه أكثر من عامين، ولا بارقة أمل تحلق في الأفق حتى الآن مع اشتداد القتال بين الجانبين. استمرار العمليات العسكرية الروسية دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي للطلب مجددا من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. زيلينسكي أكد أن التأخير في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وأنظمة الدفاع الجوي لحماية شعبه يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة حسب قوله. وبعد أكثر من عامين على اندلاع الأزمة الأوكرانية، يحث زيلينسكي يوميا حلفائه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية بسرعة أكبر، ودعا خصوصا إلى توفير الذخيرة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة. وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، أبرزها انقسام الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر. وكان وزير الدفاع الأوكراني روستوم عمروف قد أعلن أن نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا يتم تسليمها بعد تأخير. تأتي هذه الصعوبات في وقت تحقق فيه القوات الروسية تقدما ميدانيا في ظل معاناة الجنود الأوكرانيين من الإنهاك من جراء المعارك المتواصلة دون هوادة مع جيش روسي متفوق بالأسلحة. ذكرت وكالة أنباء نوفوستيا الروسية أن القوات الروسية استولت أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا الأوكرانية على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية. ذكرت الوكالة أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام. وأضافت الوكالة أن الآليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة أفدييفكا تكشف أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس التي تمت على مدار شهر فبراير الماضي، حيث حرصت اللجنة الطبية العليا خلال شهر فبراير على الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين، وتضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 991 حالة عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان مصر ودول البريكس فرص واعدة، وذلك في إطار سلسلة التقارير المعلوماتية التي يصدرها المركز. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال التقرير إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، ومن بينها خلق فرص وأفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب ميركوسور لتصبح مركزا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية. كما أشار المركز من خلال التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكتل البريكس إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي. ناقشت ورشة العمل أسباب تراجع معدلات توزيع الصحف الورقية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الجماعة الصحفية وفرص الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في تطوير الصناعة. أكد المشاركون بهذه الورشة أن التنسيقية لديها مجموعة من الخبراء التكنولوجيين والكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي،
الصناعي، مشيرين إلى ضرورة تدريب الكوادر الصحفية على استخدام الذكاء الاصطناعي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن عروضاً معلوماتية تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية. واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر. وافقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو، وذلك لعدد 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بهذا يصبح إجمالي ما تم تمويله لهذا المشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه لنحو 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. للمزيد من التفاصيل والمتابعة حول مشروع البتلو وأهميته ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. دكتور طارق بعد التحية، كيف ترى دعم الدولة المصرية للمشروع القومي للبتلو وزيادة رؤوس الماشية ومدة استفادة المربين من هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أستاذ إلهام، مساء الخير لكل السادة مشاهدينك الكرام، كل عام وحضرتك ومصر وكل خير. حضرتك احنا متابعين تنميه مستدامه واهتمام غير مسبوق من الدوله المصريه ومن القياده السياسيه لثروتنا الحيوانيه، ودوت تترجم في العديد من المشروعات القوميه ومنها المشروع القومي للبتلو. المشروع القومي للبتلو باختصار انا بمنع السكين عن ذبح حيوان وزنه اقل من 100 كيلو جرام، نسبه التصافي اللي فيه منخفضه، فالراس الواحده تديني اقل من 30 كيلو جرام لحوم. بضوابط وقرارات وزارة الزراعة ومنع ذبح الحيوان في هذا الوزن أصبح الحيوان لا يذبح قبل 400 كيلو جرام، وبالتالي هنا نسبة التصافي تتزايد وكمية اللحوم المتحصل عليها تزيد عن 240-250 كيلو، يعني تنمية رأسية والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار. نفس الرأس هتديني ما يعادل من 6-8 أضعاف كمية من اللحوم لو كانت ذبحت بتلو. نعم. المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، النهارده ما تم تمويله وإقراضه يزيد عن 8.572 مليار مليون جنيه، استفاد منهم أكثر من 43,500 مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات في
كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتربية وتسمين ما يزيد عن 505 ألف رأس. مشروع القوام للبتلو بدأ فقط بالأبقار والجاموس المحلي، ثم أضيف إليه في عام 2020 العجول المستوردة، ودي بتبقى سريعة النمو وتتميز بمعدلات النمو العالية والزيادة الوزنية التي تعادل ضعف الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية، وهنا قيمة مضافة. دورة التسمين قصيرة الأجل بتبقى فقط 6 أشهر، وبالتالي لأن الفايدة بسيطة متناقصة بتكون الفايدة فقط 2.5% مش 5%. طيب بناء على الأرقام اللي حضرتك ذكرتها دكتور طارق، كيف ساهم هذا المشروع القومي للبتلو في توفير اللحوم والألبان بالأسواق بشكل أكثر وبشكل أكبر؟ خلينا كده نرجع بالذاكرة لسنتين فقط ونشوف مع بدايات جائحة كورونا. مصر عندها قواعد بيانات دقيقة إلكترونية، منها بتدعم كثيرا اتخاذ القرار السليم والمناسب. احنا في مطلع 2020 تنبأنا من خلال قواعد البيانات ان انتاجنا من اللحوم الحمراء ستكفي باحتياجات 52% اكتفاء ذاتي، وعلينا استيراد من خارج 48%. المشروع القومي للبتلو كأحد المشروعات القومية اللي فرضتها الدولة المصرية، ونهاية العام في الوقت اللي كانت دول العالم كلها تقلص من إنتاجها من الإنتاج الحيواني واللحوم الحمراء، إحنا إنتاجيتنا زادت، مش بس حافظنا عليها، زادت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أحد المشروعات زي المشروع القومي للبتلو. لو لم يكن المشروع القومي للبتلو النهاردة كانت هتبقى الأسعار في مكان تاني خالص، وكانت هتبقى توافر كميات اللحوم مختلفة عن النهاردة. ممكن حضرتك أستاذ إرهام من خلال منبر حضرتك الإعلامي المميز متابعة العديد من دول العالم والتي تصنف دول متقدمة اقتصاديا تعاني من مشكلات تتعلق بتضخم وزيادة الأسعار، تتعلق بعدم توافر المواد الغذائية وخاصة البروتين الحيواني متعدد المصادر سواء كان اللحوم الحمراء أو الألبان. عندنا الحمد لله منافذنا التسويقية ما فديتش ومش هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم المشروعات القومية التي ترعاها الدولة المصرية وتتبناها وزارة الزراعة. أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل. تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص جهاز تنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل استراتيجيات الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل مدير عام منظمة الفاو ويناقشان الأوضاع في غزة وجهود مصر لإدخال المساعدات لأهالي القطاع. شكري يؤكد أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة للاستقرار بالمنطقة، ويشدد على أن ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. مفاوضات في القاهرة للتوصل لهدنة في غزة، ومصادر إعلامية تنقل عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة ممكن في حال موافقة إسرائيل على مطالبها. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.